أهلا بكم في هذا الأسبوع. نبدأ جولة الأخبار من بالي في أندونيسيا، حيث سلم رئيس الحكومة عزيز أخنوش مرفوقا بوزير التجهيز والماء نزار بركة الاثنين النسخة الثامنة من جائزة الحسن الثانية العالمية الكبرى للماء لمنظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة الفاو. وحصلت المنظمة على هذه الجائزة بعدما تم اختيارها من بين 84 ترشيحا على شيك بقيمة 500,000 دولار. وفي كلمة له بالمناسبة، أكد أخنوش أن هذه الجائزة أحدثت تكريما للمغفور له الملك الحسن الثاني لجهوده من أجل السياسة والتنمية المستدامة للماء، سيما بناء السدود وشبكات الري، مشددا على أنها تعتبر أيضا تكريما للملك محمد السادس الذي أطلق برنامجا طموحا مخصصا لاستدامة المياه. ودعم متجدد لمبادرة الحكم الذاتي، جددت كل من السنغال وسيراليون خلال المؤتمر الإقليمي للجنة 24 لمنطقة الكاريبي المنعقد بكاراكاس تأكيد دعمهما لمبادرة الحكم الذاتي التي تقدم بها المغرب من أجل الطي النهائي للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية. من جانبها، أكدت سانت فينسنت وجزر غرينادين دعمها للمخطط المغربي للحكم الذاتي، واصفة إياه بالحل الوحيد للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية. وفي ملف الصحراء، سويسرا تدعم حلا سياسيا مقبولا من لدن الأطراف. أعرب رئيس المجلس الوطني السويسري إيريك نوسباومر دعم بلاده لحل سياسي عادل دائم ومقبول من لدن الأطراف للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية. وأكد نوسباومر في تصريح صحفي عقب مباحثات جمعته بوزير الشؤون الخارجية ناصر بوريطة أن سويسرا تدعم جهود الأمم المتحدة وعمل المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء ستافان ديمستورا من أجل التوصل إلى حل سياسي عادل دائم ومقبول من لدن الأطراف تماشيا مع القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن. ولفت إلى الجهود الجادة والموثوقة التي يبذلها المغرب في الملف، مشيرا إلى مبادرة الحكم الذاتي التي تقدم بها المغرب سنة 2007. ورئيس الوزراء الفرنسي يحل بالمغرب. ينتظر أن يقوم رئيس الوزراء الفرنسي غابرييل أتال بزيارة رسمية إلى المملكة خلال شهر يوليوز المقبل. وذكرت وسائل إعلام فرنسية أن أتال سيحل بالمغرب في الفترة ما بين 3 و5 يوليوز المقبل في إطار مرحلة استكمال تعزيز العلاقات بين الرباط وباريس. والأميرة لالا حسناء تترأس مجلس إدارة مؤسسة محمد السادس لحماية البيئة وتدشن منتزه الحبول. ترأست الأميرة لالا حسناء رئيسة مؤسسة محمد السادس لحماية البيئة بفاس مجلس إدارة المؤسسة بحضور أعضاء مجلسها. وسلطت الأميرة الضوء على منجزات المؤسسة، مذكرة باستمرار التزامها تجاه الشباب الإفريقي من خلال مبادرة الشباب الإفريقي من أجل التغيرات المناخية. وبمكناس دشنت الأميرة منتزه الحبول التاريخي بعد خضوعه لأشغال تجديد. وأمير المؤمنين يوجه رسالة إلى الحجاج المغاربة. وجه أمير المؤمنين الملك محمد السادس رسالة سامية إلى الحجاج المغاربة برسم موسم الحج لسنة 1445 هجرية بمناسبة سفر أول فوج منهم إلى الديار المقدسة. وحث الملك الحجاج المغاربة على احترام التوجيهات والترتيبات التي وضعتها وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية والتقيد بالتدابير التي اعتمدتها السلطات المختصة بالمملكة العربية السعودية. وتقليص جزئي في دعم قنينات الغاز، شرع ابتداء من بداية الأسبوع في التقليص الجزئي من الدعم الموجه لقنينات غاز البوطان برسم سنة 2024. وأفادت مديرية المقاصة والأسعار والمنافسة بوزارة الاقتصاد والمالية أن تطبيق التقليص الجزئي من الدعم تم بما قدره 2.5 درهما بالنسبة لقنينات الغاز من فئة 3 كيلوغرامات، وبما قدره 10 دراهم بالنسبة لقنينات الغاز من فئة 12 كيلوغراما، لافتة إلى أن ذلك يأتي في إطار إصلاح منظومة دعم أسعار غاز البوطان.
وإلى محاكمة ملف إسكوبار الصحراء، انطلقت الخميس أولى جلسات محاكمة المتابعين في ملف الاتجار بالمخدرات المعروف إعلاميا بملف إسكوبار الصحراء. وقررت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء تأجيل النظر في الملف إلى غاية 13 يونيو المقبل من أجل إعداد الدفاع. من جهة أخرى، عرفت أولى جلسات هذه المحاكمة حضورا إعلاميا كبيرا، حيث توجهت عدسة الكاميرات صوب المتابعين في الملف، وعلى رأسهم سعيد الناصري رئيس فريق الوداد الرياضي وعبد النبيب عيوي رئيس جهة الشرق. واتفاق أمني بين المغرب والبرازيل. وقع المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني عبد اللطيف حموشي الثلاثاء بأكادير مذكرة تفاهم مع المدير العام للشرطة الاتحادية البرازيلية أندري رودريغيز. وتهدف مذكرة التفاهم هاته إلى تأطير وتطوير قنوات التعاون المشترك بين المصالح الأمنية المغربية والبرازيلية من أجل مكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود. ونختم بفعاليات الأسد الإفريقي 2024. تتواصل بقيادة المنطقة الجنوبية بأكادير تمارين ضمن فعاليات الدورة 20 للأسد الإفريقي المنظمة تنفيذا للتعليمات السامية للملك القائد الأعلى رئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية. ويشارك في هذه المناورات نحو 7000 عنصر من القوات المسلحة من حوالي 20 دولة، بالإضافة إلى منظمة حلف شمال الأطلسي الناتو، إلى جانب القوات المسلحة الملكية ونظيرتها الأمريكية. وتشمل أجندة الأسد الإفريقي 2024 أنشطة بكل من بنغرير، أكادير، طنطان، أقا وتفنيت. شكرا على المتابعة، إلى اللقاء.